ازاي هنقطف مجموعة زغاليل مع بعض وازاي هنخلوها تعتمد مع نفسها في اسرع وقت ممكن؟ تعالى يلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعض يا جماعة هنشوف ازاي نقطف الزغاليل المعتمد على نفسها. وطبعا المعتمد زي ما انتم شايفين كده يا جماعة بيكون ريش الجناح اكتمل خالص، ما يكونش فيه لحم باين من تحت ريش الجناح. وطبعا معروفة ان حضراتكم الاعتماد الزغلول بيعتمد على نفسه في السلكات اسرع من السايب. هتقول لي ازاي يا عم سليمان اسرع من السايب؟ اقول لك ان شاء الله لما تبقى حابس الحمام في السلكات، طبعا زي ما قلنا لكم قبل كده ان الذكر والنتابي بيبقوا فاضيين لتاكل الزغاليل بس، فبكده الزغلول عمره بيكبر اكبر من الزغلول السايب. لان الزغلول السايب الاهالي مثلا بتطير في الاوضه بعيد، تقعد تطير شويه هنا وتجري من اهاليه هنا وتجري هنا وتروح، وطبعا ما بيعتمدوش على نفسهم كويس لان ايه الاهالي بتهرب من الزغاليل الصايب. اما في السلكات بيبقى واقف ياكل الزغاليل بس، يعني هو مش هيهرب، هيروح منه فين؟ غصب عنه هياكله. فبالتالي الزغاليل بتكبر بطريقه اسرع مما في السايب. وزي ما قلت لكم يا جماعه ادينا دلوقتي قطفنا شويه زغاليل. طبعا دول معتمدين على نفسهم بس مش اعتماد كلي، يعني هم دلوقتي احنا في مرحله الفطم، وده طبعا البط بتاع الحاج ملناش دعوه بيه خالص. وطبعا انا عامل سلكه بره الاوضه خشب كده يعني بفطم فيها الزغاليل المعتمده على نفسها. وبكده عشان دلوقتي انا هقول لكم ليه انا مخلي فيها شويه زغاليل فاطمهم قبل كده، وهقول لك دلوقتي ازاي تخلي الزغاليل تطق بسرعه. اول هام انا لو شلت الزغاليل اللي انا قطفتهم 5 تجواز دلوقتي وحطيتهم في مكان لوحدهم هيخسوا جامد، لان ما فيهمش حمام متدرب على الاكل، يعني ما فيهمش زغاليل متدربه على الاكل في نفس الوقت. فبالتالي هياخدوا يوم 2 3 ايام على بال ما يفكروا يتعلموا النقرات. ماشي، لو اول مره حضرتك تشوفنا يا ريت تشترك في القناه وتدعمنا. لو من انت متابعينا ما تنساش تسيب لنا كومنت جميل او دعوه حلوه منك، ان شاء الله ربنا يبارك لكم. فزي ما قلت لكم دلوقتي اللي انا بسيب شويه زغاليل معتمدين على نفسهم من قبل سابق، يعني بيبقوا زغاليل كاتمين او ناشفين اللي هو بيخس بعد الفطام. طبيعه الزغلول اللي هو بيخس بعد الفطام، وبعد كده لما بياخد ويدي في الاكل بتلاقي بسم الله ما شاء الله عليه بيدي معاك بقى الحجم والطول اللي انت محتاجه. اول هام يا جماعه زي ما قلت لكم بنجيب الزغاليل اللي لسه ما اعتمدتش على نفسها جامد، يعني ما درسوش في الاكل، وبحطهم مع زي ما انتم شايفين كده عامل سلاكة انا خشب اربعه كده على قد الحال، وبحطهم معاهم. ليه بقى بحطهم معاهم يا جماعه؟ اول هام عشان الزغاليل اللي لسه صاي او متعلموش الاكل هيعتمدوا، لو سبتهم لوحدهم مش هيعتمدوا على طول. اما لو حطيتهم مع الزغاليل اللي هم معتمدين على نفسهم هياكلوا معاهم من اول يوم يا جماعه، يعني ان شاء الله من اول يوم. زي ما انتم شايفين كده اختلط الامر ما بين الزغاليل الناشفه والزغاليل اللي لسه صاي، فبكده هياكلوا ويعتمدوا على نفسهم. طبعا انا بحطهم التحديق في الجيركن ده لان التحديق مهم جدا جدا للزغاليل اللي لسه ريشه بينمو يا جماعه، لان لو ما حطيتش التحديق هتلاقي الزغلول طالع معاك هزيل وريشه مش مظبوط معاك. اما لو كترت من التحديق للزغاليل اللي لسه بدات تعتمد وحطيت لهم التحديق، ان شاء الله هيتبني معاك قوة جسمانية وريشة مفيهاش غلطة ورقة وقلم، لو حطيت لهم التحديق باستمرار. وانا انصح بالتحديق باستمرار سواء زغليل او شغال، لان احنا في فترة يعتبر فترة قلش يا جماعة بقى هتبدأ اهي، فطراعوا الحمام ان شاء الله، ويبقى لنا حلقة عن القلش مخصصة ان شاء الله.
فطبعا زي ما انتوا قلت لكم، حضرات الزغاليل اللي لسه معتمده من فتره مع الزغاليل اللي لسه لسه تعتمد على نفسها، وبكده الزغلول هياكل معاك ويدي باسرع وقت. اما دلوقتي انا بشمس الزغاليل اهو يا جماعه، فلابد ان الواحد يشمس الزغاليل برضو. دي كانت فتره ما كانش فيها شمس، كنت بطلع الحمام يشمس الزغاليل، لان الشمس يعتبر في يعني مهمه جدا جدا للحمام. اول مناعة الحمام، في لان ما ينفعش الحمام يعيش من غير شمس، عشان لو عاش من غير شمس هتضطر ان انت يعني تعوضه الشمس بلونه صفرة، بتروب حاجات من كده، فانت في غنى عنها. احنا دلوقتي في مصر بسم الله ما شاء الله الشمس بتطلع يعتبر كل يوم، سواء في الشتاء او في الصيف. وطبعا في شمس الصيف يا اما تشمسه من الصبح بدري يا اما اخر النهار، ده لو انت ما عندكش مكان في شمس يعني في الأوضة عندك، لو الشمس ما بتخشش. وزي ما قلت لكم يا جماعة، عشان الزغاليل تعتمد على نفسها، الأول دعونا بالبركة وربنا يبارك لصاحب النصيب. عشان الزغاليل تعتمد على نفسها، يكون عندك زغلولين أو ثلاثة أو أربعة معتمدين على نفسهم اعتماد كلي من قبل كده، فتضطر ان انت تدخل عليهم الزغاليل اللي انت لسه أطفه وبكده. اول ما هتدخلهم ان شاء الله اخر النهار هتبص عليهم، هتحط لهم اكل، هتبص عليهم هتلاقي الزغاليل اللي انت لسه فاطمها النهارده بتلقط. اما لو حطيتهم زغاليل على طول في مكان لوحدهم من غير ما يبقى معاهم زغاليل معتمده، هتلاقي الزغلول واقف يومين كده ولا حاجه، مش مستوعب ان هو هياكل لوحده. يعني الفكره دي لسه مش داخله دماغه، هو معتمد اللي هو يصاصي 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 امه وابوه تاكله. وطبعا زي ما قلت لكم السلكات شغل والسايب شغل تاني خالص خالص، يعني في فرق شاسع ما بين ده وده بحكم تجربتي اللي انا ربيت في السلكات وربيت في السايب. وطبعا السلكات مريحه جدا 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 للمربي، اما السايب مريحه جدا جدا للحمام. فبتختلف بقى من على حسب خبرة ده وخبرة ده في التعامل مع ده والتعامل معاه. وان شاء الله يكون الفيديو افادكم وكل سنة طيبين، وحلويات الرياض ببساطة. وما تنسوش يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم، الاعتماد الكلي بيكون ان انت تدخل زغليل على زغليل، وتشميس جميل جدا جدا للزغليل، بيقوي المناعة وبيخلي الحمام كده فريش مع حضرتك. وما تنساش لو انت اول مرة شفنا تدعمنا وتصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول بسم الله ما شاء الله، وتدعونا بالبركة، وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويا رب كده تكون معلومات بتفيدكم، وان شاء الله اي معلومة او اي سؤال عند حضرتكم ممكن تسيبوه في تعليق، وان شاء الله اجاوب عليه وربنا يقدرني واكون معاكم اخ، وربنا يبارك لكم يا رب، اتمنى لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.